أكثر من 50 خيمة انتشلنا الأطفال من تحت الخيام، والحمد لله كانت على سلام، ولكن الناس بلا مأوى حاليا، أغلب الناس قاعدة عند بعضها، الجار شال جاره، الأخ شال أخوه، الناس قاعدة فوق بعضها حاليا بالخيام، وضع الناس مزري لدرجة تدفئة صفر، كانت الناس تحرق ثياب وتتدفى. مضت علينا الليل الليل ما نمنا، واحنا نطب على هالخيام الثلج وننزل على الثلج عندنا الخيام، واخر شيء هبطت علينا الخيام، يعني الاطفال سحبناهم من تحت الخيام بهالليل بهالثلج بهالبرد بهال. أكيد أطفال مريضة والطرق مقطعة وما فينا ناخد طفل على مشفى، عم نستعمل المسكنات، نعطيهم المسكنات، بحلم برجع لبيتي. بحلم برجع لبيتي، برجع لأرضي، برجع لبلدي.